اليوم 21 يونيو، بداية فصل الصيف ديال 2022. معناه أننا ودعنا الفصل الربيع ودخلنا في الفصل اللي كثر فيه الحرارة، وكذلك الحركات والأنشطة، الشيء اللي كيشجع الناس يخرجوا ويتحركوا ويتجولوا ويدوروا ويتسارعوا ويعمروا الشواطئ والغابات والضايات يعني هنا الطبيعة كترحب بكل الزوار ديالها في كل وقت شاءت. فكما قلت بأن في الصيف كتكثر الحركة، وإحنا الآن مقبلين على مرحلة ديال السياحة، بحيث أن الناس ديال الأجانب كيدخلوا لإسبانيا وكيزوروها بزاف، وما نساوش بأن إسبانيا مجهزة، يعني مجهزة نفسها لاستقبال العدد الهائل ديال السواح من كل فج عميق. ولكن الطبيعة كتبقى هي يعني الأهم من كل هادشي. طبعا ما كتبدلش المكان ديالها والأجواء ديالها، دائما كتوجد فيها الراحة الشاملة كما مشيتي لها في فصل الربيع أو الشتاء أو الخريف ولا فصل الصيف. ستلقى يعني أن الغابة دائما مستعدة، دائما متهيئة لاستقبالك وبترحيب بك في أي وقت شئت. فما نساوش بأن فصل الصيف هو تلعب دور كبير يعني فيما يتعلق بالصحة البدنية، ففضل الحرارة والأشعة ديال الشمس هي كتلعب دور كبير، يعني تعطي الجسم واحد الطاقة كبيرة، وأن كتخرج ذاك الجراثيم وكل الأمراض اللي كنحسوا بها داخليا. فإلى تمشينا في الطبيعة وبدينا تنعرقوا، فهنا هنا يعني كنحسوا بأن هناك تغيير في الجسم، يعني إذا كان كيقدر ينضبط مع الحرارة. طبعا الحرارة ماشي الكل كيتقبلها، ماشي الكل يعني يصبر عليها، حيت كاين واحد الاشخاص اللي ما يقدروش انه يتحملوا الحراره، لذلك دائما تيقلبوا على الاماكن اللي فيها الظل. فمن في هاد الامر هذا مثلا ديال ان الانسان اللي ما تيبغيش الحراره مباشره، فمزيان انه يتمشى في الحراره ولكني في وسط الظل. وفاش تلقى الظل خصك تمشي للغابه او الاراضي اللي فيها الاشجار كثيره، فهي تقدر تحميك من الاشعه ديال الشمس، اللي انا ضروري انك تحس بان هناك الشمس، ضروري انك تمشى في تحت اشعه الشمس. ولكني لو كنتي ما كتقدرش تقبل يعني تحملها، فمن افضل انك تمشى يعني في الاماكن اللي فيها الظل، وكتكون فيها حتى الحراره، ولكن الحراره شويه يعني خفيفه، ماشي مجهده بحال مشيتي مثلا في يعني في الطرقات وفي الاماكن اللي ما فيهاش الظل. فكما كنلاحظوا الناس كلها كتجي لهنا باش تمارس الرياضه ديالها، اللي هي اغلبيه المشي والركوب على الدراجه الهوائيه، نظرا لها هناك اماكن مخصصه كثيره لهذه الهوايه هذه، يعني تقدر تمارس رياضتك بدون مشاكل، بعيد عن التلوث ديال المدينه يعني وعلى الازدحامات وكل ما هو كيوقف عرقله قدامك باش تمارس الرياضه ديالك. انا بكل اطمئنان بدون خوف من حوادث السير وبدون اي مشكله، يعني تقدر تمشى، تقدر تركب على دراجه،
او سكوتر كهربائي يعني، وتقدر تدير بدوره كبيره وتحاول انك تبدل ذاك الجو، ذاك الروتين اليومي اللي كتعيشو في المدينه وخاصه في البيت ديالك، باش الا خرجتي يعني كيتبدل عليك الجو وكتحس بواحد الاجواء يعني مختلفه اللي هي محتاج لها الجسد. وانا ضروري جدا في الحياه ديالنا الخاصه. طبعا الناس اللي كيتعطاو للمشي وفي المسافه الطويله ضروري يكون عندهم وقت فارغ، يعني يكون عندهم وقت، يعني يكون الوقت كافي باش يقدروا يعني يمارسوا هذه الرياضه. بل ماشي غير رياضه فقط، بل هي بحال الدواء، الدواء كيستعملوا علاج للصحه ديالو اللي ضروريه. المشي في وسط النهار يعني والحراره، فكيساهموا بجوج ان باش تنقص من ديك الثقل اللي فيك يعني، وتحس براسك خفيف بعد ما الوزن ديالك يعني ينقص. ضروري انك تستعمل المشي يوميا بدون افراط، يعني ماشي داك النهار يا ونهار لا، ولا واحد مره في الاسبوع ولا شهر على عام. فمن احسن ما يعني ما تشغلش بالك بهذا الامر هذا. اذا كنت غادي تتعاطى الرياضه او رياضه المشي ولا الجري ولا ركوب الدراجه، فخصك تكون هنايا معقول، يعني هنا خصك تخدم المعقول، حيت ما يمكن لكش انا يعني تقول مره هي مره لا. مع ذلك اذا كنت عيان ولا مريض ولا شي حاجه عندك شي مشكله وعكه صحيه ولا هادي، ديك الساعه الانسان مفروغ من هاد المشكل، ما كاين حتى شي حاجه. المهم انك ما تفرطش في هذه الرياضه لانها مهمه جدا. المشي في المسافات الطويله وفي مده طويله فهي يعني تلعب دور كبير في حياه الانسان. وهذه يعني نصيحه مني انا، لان كنعرف بالقيمه ديال المشي. قبل كنت كنتعطى للجري، السباق العدو الريفي والمسافات الطويله بحال الماراثون، ولكني من بعد اذا ميزي كبر يعني من الافضل انه يكمل المسار ديالو بطريقه خفيفه اللي هي المشي، اللي ما كتكلف حتى شي حاجه، يعني ما تكلفك لا ماده ولا جهد ولا شي حاجه. ميت عيا وجلس ارتاح يعني، ومني تحس براسك بالراحه عاوتاني استمر في المشي ديالك. هذا هو يعني، يعني كما كتلاحظوا ان هذا المكان خاص بالناس اللي كيتمشاو في الدراجات ولا المشي ولا في الجري، فما كيمكن ما مسموحش هنا يدخل السياره، لان طبعا الهدف هو ان تكون هناك هواء نقي، يعني ما يكونش ملوث بسبب دخان ديال السيارات او المعامل. ف ثم بعد الودان اللي حتى هي كتساهم، يعني من الانسان اللي كيحس بالعرق وبالحراره المفرطه، فهذا يمكن له يستعمل يدخل شويه للواد ويغسل وجهه ورجليه ويديه والى غير ذلك، ويكمل يعني الرحله ديالو. اذا كما كتلاحظوا بانها افضل وسيله يقدر الانسان يعني يستعملها هي طريقه المشي، يعني يتحرك بكل حريه، يعني يسوس عليه الهموم والمشاكل، يعني يبقاش يعني تيمشي وهو كيفكر غير في السلبيات، في الامور الخايبه اللي دوزها في الحياه ديالو. افضل وسيله هو الانسان يكون تيتمشى في الغابه في الطبيعه، يحاول انه يعني يشغل باله غير بالامور الايجابيه، بالاشياء اللي هي عاشها اللي دخلت له السرور والفرح، ويتذكر الاشياء الجميله اللي عاشها في الطفوله ديالو في الشباب، فعدة مراحل ولا اصفار وقام بها الى غير ذلك. وما يحاولش انه يهزم نفسه، لانك في الوقت كدرب الجسم ديالك وكتقويه عضليا، ففي نفس الوقت خصك تدرب الروح ديالك يعني بالاشياء الجميله، بطعام روحي.
تكرر الامور المزيانه اللي عشتيها في الحياه ديالك والمعاشره ديال الاصدقاء الطيبين اللي كانوا معاك تذكرهم ويعني وتعيش معهم واحد ذكريات في اثناء يعني المشي ديالك والمساريه ديالك الجوله كتقوم بها في الطبيعه. وهذا شيء جميل يعني ينصح به كثير خصوصا جميع الاطباء تنصحوا بهذا الامر. هذا انا انسان اللي بغى يحافظ على راسو ضروري انه يستعمل سويعات في الطبيعه يتمشى فيها ويعني يحاول انه ينسى ويترك عليه الهموم والمشاكل اللي كتاثر في النفس. النفس هي محتاجه لواحد الفرجه ومحتاجه ديال واحد الوقت اللي تحس بالسعاده والفرح رغم انه ما عندك حتى شي حاجه يعني واخا تكون ضعيف او فقير من ناحيه ماديه هذه ماشي معناها ماشي هي الحياه يعني مش ضروري تكون غني ولا تكون لاباس عليك باش تحس بالسعاده. السعاده هي انك تكتفي بالاشياء اللي عندك الا عرفتي كيفاش تستعملها وتطورها وتخدمها في الحياه ديالك هذيك هي السعادة. دابا شحال من واحد عنده السعادة في جيبو ما كيعرفش يستعملها تيمشي يبدلها في الأشياء التافهة ويعني هنا خص الإنسان يحاول أنه يستافد من الأمور اللي هي عنده قريبة له في يديه وفي استطاعته من يعني بحال مثلا ديال الخروج ديال الطبيعة ما كتكلف حتى شي حاجة شي مجهود ولا شي مادة كبيرة ولا شي حاجة عندك شي مسافة عندك شي فضاء قريب لك من المنزل ديالك تخرج له بكل حرية وتدور فيه خصوصا الآن حنا في فصل الصيف فالإنسان إلا ما استغلش هذا الوقت هذا ما عمره ما غادي يستغلو يبقى دائما مسجون في الدار ديالو ولا في الأصدقاء في الزناقة ديالو ولا يمشي للقهوة وعاود يتم الرجاع يعني هذه ماشي حياة. حياة أنك خص الإنسان يعيشها بالواقع ديالها يعني ويتحمل الصعوبة اللي فيها ويعني ويحاول أنه يملأ الحياة ديالو والأوقات ديالو الأشياء الإيجابية الأشياء اللي هي كتدخل السرور على القلب. وكاين بزاف ديال الأمور يعني ماشي يقول لي راه اللي ما عندوش مسكين الفلوس راه ما يقدر لا كاين اللي كيخلق السعادة بلا شيء لا شيء بلا تدرهم كما تنقولوا تخرج على الطبيعة غادي تقول لك خلص باش تدخل الغابة ولا تدخل تستنشق الهواء الطلق وما يمكنش يعني هذه أمور مجانية عطيها الله سبحانه وتعالى لكل عباده بدون ما يتعب بدون ما يخلص بدون ما شي حاجة ما غادي يشغل شي حاجة اللي هو مزيان اللي هو بالمقابل اللي خاصك دير هو أنك تهلا تكايش على 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 جميع الامور اللي تنتمي للطبيعه لان يعني الله عطاها لك باش انت تستمتع بها وباش تحاول عليها. فالانسان مخلوق لاجل الطبيعه باش يرعاها ويحضيها ويتهلا فيها كما نفس الشيء ان الطبيعه تخلقات الانسان وهذا هو اللي كنقولوا ان احنا محتاجين لبعضياتنا الطبيعه محتاجه لنا وحنا محتاجين لها فلذلك خصنا نتبادلوا العطاء ونتبادلوا يعني المساعده والاعانه والاهتمام خاصه الانسان يعني بعد ما يقدم حتى شي حاجه كبيره من المجهودات ديالو مجرد انه يعني يحاول الطبيعه ما يحرقش ما يتسببش في الحرائق بحال اللي كنشوفوا الان مع الاسف الشديد كاين شي حرائق يعني فوق المجهود ديالنا يعني خارج عن ارادتنا اللي تكون بسبب الحراره بسبب البلاستيك اللي كنرميوه في الغابات في الطبيعه ملي كناكلو ما كنجمعوش الماكله ديالنا وتنخليوها مشتته فهذيك ملي كتجي الحراره كتكون حراره قويه طبعا كتندلع الحراره بسهوله ومع ان الغابه والطبيعه وكل الاشجار والاعشاب كلها كتكون يابسه وكتكون يعني قابله للحريق يعني دغيا كتشعل
لذلك خصنا هذه الامور هذه نتجنبوها، خصنا نحاول كيفاش نقصوها، الا اذا كان شي حاجه طبيعيه فوق المجهود ديالنا ما عندنا ما نديرو، ولكن حنا من الجانب ديالنا خصنا نخدموا شويه عقلنا ونخدموا شويه الافكار ديالنا ونحاولوا ما امكن نقصوا من الخسائر ومن المصائب ومن الكرائت. طبعا شيء مؤسف ان انسان كيبغي ينتقم من الطبيعه، انه ملي يكون عنده مشكل خاص مع شي حد ولا مع المجتمع ديالو فكيلتجا للطبيعه وكيتسبب فيها، كيظن بانه غادي يعمل شي حاجه كبيره، غادي يعني غادي يتسبب خساره للمجتمع ديالو وغادي ينال شي جائزه ما نعرف كيفاش كيحيلوا بها العقل ديالو. لذلك خصنا هذه الامور كلها نتجنبوها بكل ما في استطاعتنا، ونحاولوا اننا انا يعني نساهموا في الحفاظ على هذه الطبيعه الجميله اللي خلق الله سبحانه وتعالى، اللي غرضه منها هو ان يستمتع الانسان يعني ويستفد من كل المنافع اللي كاينه في الطبيعه. اذا من خلال هذه الجوله هذه يعني الغرض والقصد منها هو انكم يعني تشوفوا الطريقه والكيفيه ديال الانسان كيفاش يدوز وقته، خصوصا الا كان عنده وقت فارغ يعني بلا ما يبقى يفكر بلا ما يبقى يبرمج، يخرج من دارو ويتلقى رجليه ويبعد شويه من المدينه ويواجه الطبيعه. يعني راه الانسان غير تيخرج على المدينه داكشي اللي كيجي قدام كله طبيعه، يعني ما تحتاجش انك تقلب عليها بعد المجهود ولا تمشى مسافه طويله. على سبيل المثال اللي كتشوفوا هنايا عندنا في هذه المدينه اللي كنعيش فيها هي دايره كلها بالطبيعه وفيها الطرق بكل انواعها وبكل اشكالها، يعني بدون مشاكل ديال السيارات ولا اي حاجه اللي غادي تخلق لك المشاكل ولا ازمه. فانا الانسان تيخرج ويستمتع مع راساتو ويحاول يدير ابداع في الحياه ديالو، يعني يعيش بالطبيعه ديالو لانه هو جزء من الطبيعه، خصو يعيش طبيعي ديال الاشياء اللي خصنا يعني نتحمسوا ليها. طبعا والناس اللي كيقولوا لي احنا عندنا الخدمه والشغل، لا ضروري غيكون عندك واحد الوقت يعني فارغ. شوف انا كنعرف شي ناس خدامين وما كيبكيش يعني الاغلبيه ديالهم ما كيستعملوش السياره ولا اي دراجه ناريه ولا من هذا النوع هذا، بل كيستعملوا المشي اللي كيسالي من الوظيفه ديالو يعني من المكتب ديالو ولا من الشركه اللي خدام فيها باش يرجع لدارو، او اللي كيستعمل المشي يعني مازال في المشي تيكون الانسان تيخصو يمشي يعني راكب، تستعمل السياره ديالو الخاصه الى عنده ولا المركوب ديال العمومي الحافلات العموميه. فعلاش باش ملي يوصل للعمل ما يوصلش مرهق ويعني عيان وعرقان، وهادي لان العمل ديالو عاوتاني هذاك واجب تيخصو يقضي بكل راحه، وخصو بكل عنده فيه المسؤوليات يخصو يعملها بكل جدية بكل ما يتطلب من الواجبات. ولكني في الرجوع راه شحال من واحد كيرجع على رجليه، هو تيقول لك انا ما عنديش الوقت، الا انا وصلت للدار صافي غنوصل عيان، غادي يلا نشرب شي قهوه ولا ندير شي كاس كروت ونضربها بنعسه، والليل جاع نتعشى وصافي هو راجع ينعس. هذا بحال هكا خصو الانسان يفكر يستغل ديك الفرصه ديال بحال راه بزاف اللي كاينين اللي خدامين في الرباط وساكنين في سلا، شحال بيناتهم ما يكون حتى كيلومتر ولا جوج كاع، معناتها غادي القنطره ديال الحسن الثاني تقطعها على رجليك وتمشي للعمل ديالك وعاود ترجع. هذه هي الوسيله اللي تفكك اللي تنفعك. ولا كان شي مسافه طويله لا غتمشي شي بلاصه واخا استعملتي ديك الساعه السياره ديالك الخاصه ولا المركوب اللي عندك، غير هو يعني ما تولفش الجسد ديالك بهذا وسائل ديال النقل، لان الا ولفتيها بزاف تمشي بغيت تشري غير قبطه بنعناع خصك تركب تستعمل السياره، وهذا يعني مبالغه شويه في الحياه.
تيخص الانسان يعني يستعمل شويه رجليه مع هدام خدامين، لان رجلين يعني الا ما استعملتيهمش راه كيجي واحد الوقت كيصديو حتى هما تيصديو كيولي عندك المشي ثقيل وما تقدرش وكتكلفك. ملي كدير غير ديك 60 عام ولا 65 عام تتخافي تتحس بركابك فشلو خواو ما بقاش فيهم داك الجهد. علاش؟ لانك ما استعملتيهمش في الوقت اللي كان خصك تستعملهم ملي كنت شاب وملي كنت مازال يعني في الطفوله ديالك، وهادي ما استعملتيش المشي ديال الرجلين، ما حركتهمش بزاف كما ينبغي، لان كون استعملتيهم ملي غادي تكبر توصل 60 الفوق راه غادي تحس بواحد يعني المشي عادي بالنسبه لك، ما غادي تلقى حتى شي صعوبه وما تلقى حتى شي مشكله، يعني تقدر تمشى الى بغى يطول الله في العمر فوق 90 عام ولا 95 عام ولا حتى 100 كاع توصل لها وتلقى راسك مازال مازال باغي تمشي ومازال باغي تتحرك ومازال باغي توقف. هذه هي كتهيئ للاوقات الصعبه اللي الانسان ملي تيكبر طبعا كينقص الجهد ديالو، ما تنبالغوش عاوتاني كينقص واحد الجهد ديالو، بحال الانسان اللي كان تيتمشى مثلا كان عنده 30 40 وكيتمشى كيدير ديك مثلا 5 كيلومتر حتى 10 كيلومتر في المشي ويدور ويتسالي، ولكن ملي تيوصل 60 وكيطلع فوق من 60 هنا كيولي تينقص تينقص له ذاك الريتم ديالو وكيولي يعني كيتمشى بواحد السرعه ناقصه، وهذا شيء طبيعي ماشي غير المهم ان الانسان يحرك رجليه يتمشى يطلق العضلات ديالو في الطبيعه، ويعني هنا بدون شك هذا هو الحل الوحيد، هذا هو الحل الوحيد، لان المشي عنده دور كبير في الحياه الانسان. وطبعا اذا كانت الحراره مزيانه الحراره غير الانسان يعني اللي ما تقدرش يتحمل كما قلت من قبل ما كيتحملش درجه الحراره اللي هي مرتفعه يستعمل الظل، يمشي للاماكن اللي فيها الظل واغلبيه الاماكن بحال الغابه ولا شي حديقه تكون فيها الاشجار يعني هنا ويستعملوا استعمل هذه الفكره. كنعرف ان الناس اللي كاينين في الهند ولا ما عرفتش شي مناطق اللي كيستعملوا المظله عوض ما يحمي راسو من الشتاء كيحمي راسو من الاشعه ديال الشمس حتى المظل حتى هو مزيان، راه غير ما كيبغيوش هذه الفكره تقول عيب وحشومه، لا ما كاين حتى شي حشومه من اجل الصحه ديالك، كل شيء يهون كل شيء يجوز.